خديجة، الأولاد وينهم؟ ليش ما جبتيهم معك؟ عثمان مريض شوي مولاي السلطان، وهوري جيهان ما حبت تترك أخوها لحاله. الله يشفيه يا خديجة. مبسوطين بقصركم الجديد؟ ايه مبسوطين مولاي، المهم انت تكون رضيان. انا بوثق فيك يا اخ ومعتمد عليك، وبدي هذا الموضوع يتم باسرع وقت ممكن، فهمان؟ يلا. سلطانة، انت منيحة؟ ليش ما بدك مريم لمأمون أغلو؟ أنا لهلأ ما عم أقدر شوفها غير السلطانة الصغيرة. أكيد خبروك شو قررت بخصوص رستم باشا. سامحيني يا سلطانة، بس أنا لهلأ ما عرفت شي بهذا الخصوص. معناته اسمعني، أنا ورستم باشا رح نتزوج عن قريب. من هون ورايح انتبه منيح مأمون أغلو، لأنه القلب اللي كسرته بيكون قلب سلطانة. مولاي. تعالي مريم، فوتي له. بما انه مريم اجت كمان، صار فيني قلكن ليش طلبت انكن تجتمعوا كلكن هون. انا حابب خبركن خبر كتير مهم. بعد ما تأكدت من موافقة نور عيوني مريم، قررت انه اكتب كتابة على حاكم ديار بكر رستم باشا. الله يهنيهن ببعضن ان شاء الله. امين امين. ادخل. عفوا حضرة الباشا،
خير يا عزيز افندي. إشاك مكتوب من العاصمة، بعتت لك يا حضرة السلطانة هيام. أنا رستم، ابن راعي الخنازير من بوتومير الكرواتية. رستم الولد الصغير يلي إجا لما كان عمره 9 سنين وقرر يهرب من بلاده ومن الأرض يلي ولد فيها. أحياناً القدر بيحكم على بعض الأطفال إنهم يعيشوا بلا أم، وأنا وباقي إخواتي كنا من هدول الأطفال. أنا رستم، ما بعرف إذا فعلاً كنت بدي فارق إخواتي وأتركهم وأجي لهون، بس لو بقيت هنيك كان لازم أتحمل أذى أبي وأرضخ لظلمه. أنا بعمري ما قبلت إني أرضخ له، بالرغم من كل القتل يلي أكلته ومن كل العقوبات يلي تعاقبتها، ما كنت أرضخ له بنوب أو أقبل بالظلم. سافرت لبعيد لبلاد غريبة بعمري ما شفتها ولا سمعت عنها شي حتى بالقصص، وتركت وراي كل شي، بيتي وضيعتي وأخواتي. أمي هاجرت لبلاد بعيدة كتير، وأنا انطلقت ومشيت بطريقي مع الأولاد. مشيت أيام وليالي، وكنت كل يوم شوف الشمس كيف عم تشرب وكيف عم تغرب. أنا رستم، كنا كتار لما انطلقنا برحلتنا، بس كم ولد وصل لقديرنا ما حدا بيعرف. كثير منهم ماتوا جنبي، وكأنه المرض والموت كانوا مرافقيننا وعم يمشوا معنا، وكان الخوف معشعش بعيون الكل، بس أنا كنت أعتبر أنه الخوف هو أبي وبس، فهربت منه. بعدين لما صار يلحقني الخوف كنت أعرف كون رستم، مشان هيك سموني رستم، ويلي معناه البهلوان. حفظت اسمي منيح وعرفت كيف صير رستم على المظبوط. أنا رستم، عرفت البرد وتألفت معه من يوم اللي فقدت حضن أمي بالأيام القاسية، ولما كان البرد يزيد كنت كابر وعاند وبرد قلبي أكتر. كنت أهجم على أي حدا يشوفني ضعيف، وعاندت أبي اللي دوقني كل أنواع العذاب، وعاندت أخواتي، ومشيت بدربي، حملت روحي على كفي وقاومت كل العقبات مشان صير أقوى. لا المطر قدر يمنعني ويوقف بوشي، ولا الريح، ولا البحار، ولا الجبال، لأني صنعت لحالي أجنحة قوية من الحقد والغل والغضب، وطرت فيه صوب بلاد الأحلام الكبيرة. أنا رستم، ابن راعي الخنازير من كرواتيا، رستم البوتميري، وهلأ أجناحاتي حطتني على أول درجة بسلم أحلامي. باشا، قال طلبت إنك تشوفني. تعالي يا خانم، قعدي هون. أنت زوجتي من سنين طويلة يا فريال، ونحن الاثنين منعرف منيح إنه هالزواج ما كان برغبتي، ومنعرف كمان إنه الأمر إجانا من المقتول إبراهيم باشا ومن السلطانة خديجة. مظبوط هالحكي؟ خير إن شاء الله. بالنسبة لإلي خير وكتير كمان، بس بالنسبة لإلك ما بعرف. بتتذكري لما كنت تقولي لا تحلم ابدا ولا تطلع على مستوى اعلى من مستواك؟ انت مين لحتى تحلم بالزواج من السلطانه مريم؟ بتوقع هلا صرتي بتعرفي مين بكون بعد ما قريتي؟
هربي لعندي. انت طالع. 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 سلطانة، والدتك حضرة السلطانة هيام الكريمة وصت على هذا القماش الحلو خصوصي كرمالك، وأمرتنا أنه نعرضه عليكي. بقى يا ريت حضرتك تشوفيه لحتى نبعته للخياط ليبلش فيه فورا. إيمن من وشي، ما بدي منه شي. بس يا سلطانة لو تلقي نظرة عليهم، لأن السلطانة وصت لأنه سنبول أغا. شو ما سمعت؟ ما بدي شي منه، بدي أبقى لحالي. طلعوا كلكم لبرا مثل ما بتأمري يا سلطانة. يلا اطلعوا. مولاي، وصل حاكم سنجق مصر سليمان باشا. خليه يفوت. مولاي، أهلا وسهلا سليمان باشا، إن شاء الله تكون بخير. عم أدعي لكم بالصحة يا مولاي. الحمد لله صار لي نصيب شوف وشكن المبارك، وما ناقصنا أي شيء تاني أبدا يا مولاي. ممتاز، ما ضل حدا ما سمع بانتصاراتك بحملات الهند يا باشا. بفضلك تأسست ولاية اليمن. هات لشوف شو آخر إنجازاتك. الحقيقة بعد ما ألقيت القبض على ناهودة أحمد بيك وأعدمته لهالخاين، الله كتب لي إني حج لبيت الله الحرام، والحمد لله قدرت أقوم بهالفريضة هي. ألف الحمد لله. الله يتقبل منك. آمين. مولاي، بحب خبركم إنه قبل حملتي على الهند، بالصلاحيات اللي منحتوني إياها سلمت سنجق اليمن لمصطفى بيك حاكم سنجق غزة، إذا بتشوفوا هالشي مناسب. مناسب يا باشا. واقف عندك. هلا سكوه يا امي. ولعل هون الحياة مو عبء عليك تسرق. يا عم شو معلك؟ معنا لنشوف. يلا لبوني. عم اهلك شوي يا افندي. شو عامل لك هالولد؟ سرق صباط، عم يمد ايده على الحرام ومن الجامع كمان. انا وانت اللي مسؤولين عن اعماله لهالولد. الولد سرق لانه محتاج. لو كان في برجله صباط ما كان سرق وصار حرامي. ايه وانت مين بتكون؟ شو دخلك؟ احكي بادبك يا افندي. يلي واقف قدامك بيكون سماحة الشيخ اسماعيل معشوقي. نشكر الله يا مولاي السلطان قدرنا نسيطر على الوباء وبلش يتراجع. موشي أفندي قال إنه خلال شهر أو شهرين بيكون منتهي. إن شاء الله يا لطفي باشا، إن شاء الله. بس يا مولاي، خسائرنا كتيرة، وبسبب خوف الناس من العدوى وعدم خروجها من بيوتها خسروا التجار مبالغ كبيرة، وبظن لازم نتخذ التدابير. صحيح هالكلام لطفي باشا. بعتوا المنادين خليهم يعلنوا لكل الناس من هون لثلاث شهور ما رح ناخد ضريبة من الناس اللي انصابوا بالمرض ولا حتى من التجار. أمرك مولاي، الفرمان رح يتنفذ فورا. سليمان باشا، أنا بدي أعرف معلومات مفصلة عن حملة الهند وعن اليمن كمان، وبدي أعرف كل الأخبار المتعلقة بمصر. يا ريت تحطني بالصورة. أمرك مولاي السلطان، أنا رح أكتب التفاصيل كلها وأقدم لكم إياها. ممتاز مولاي. في موضوع تاني كمان. قول. صراحة مشان الشيخ معشوقي
ابن علي أفندي من أكسراي رجع مرة تانية لهون، وهو قاعد عم يعطي مواعظ بساحة الجامع وبالسوق وبكل مكان يا مولاي. شو هالحكي يا أبو سعود أفندي؟ بدك تعذرني يا مولاي، بس أنا لهلا حتى سمعت هالشي من لطفي باشا. أنا ما عاد أقدر أتساهل معه أكتر من هيك يا أبو سعود. طالما أصر على رأيي ورجع لهون وعصى أوامري، لازم تقبضوا عليه وتحاكموه بأقصى سرعة، بلكي بيرجع لعقله إذا نال العقاب اللي بيستحقه. سلطانة، نحن نقينا أفضل أنواع الأقمشة وأخذناهن للسلطانة مريم لحتى تشوفن، بس ما بعرف شبهها، يعني كتير كانت متضايقة وما قبلت تطلع بالأمايش بنوب وقلعتنا كلياتنا. سنبول آغا بعت لي الخياطين فورا وخليهم يجيبوا لي الأمايش، أنا بنقيها. تأمري أمر يا سلطانة. سلطانة، لشو هالأمايش هي؟ لتكون هالتحضيرات مشان شي عرس؟ عفيفة خانم، كنت حابة أحكي بهالموضوع معك، لأنه صار لازم نبدأ بتحضيرات العرس، وباعتبارك المسؤولة عن خزنة الحرم لك رح حملك مسؤوليات التحضير لعرس مريم بالكامل. شرف كبير لإلي مولاتي، بس مو ممكن يكون العرس بهذا الخريف يا مولاتي، لأنه ما منلحق، وبالشتي كمان مستحيل نقدر نعمل هيك مناسبة كبيرة، لهيك رح نكون مضطرين ننتظر للربيع الجاي مولاتي. لا عفيفة خانو، ما رح ننتظر بنوب، ولازم نعمله قبل نهاية السنة، لأنه الحفلة ما رح تكون لمريم لحالة، نحن رح نستغل الفرصة ونعمل كمان حفلة طهور للأمراء بيزيد وجهانجير، وما بيصير نعمل حفلتين بنفس السنة، لأنه المصاريف الزايدة عبء على خزينة الدولة، ولا أنا غلطانة؟ إيه صح يا سلطان، الحق معك. سنبول آغا، أنت رح تتولى كل ترتيبات حفلة الطهور، وما بدي إياك تأثر بأي شيء، وأصحكم إنكم ترتكبوا أي خطأ، وعفيفة خانم بتتابع أمور العرس وبتأمني احتياجات السلطانة. مثل ما بتأمي مولاتي السلطانة. سنبول، في شي أخبار عن السلطانة شهرزاد؟ والله يا مولاتي ما في شي، كلهم ساكتين وما لهم حس ولا خبر، والله سكوتهم هذا مخوفني. هاي إشارة مو منيحة يا مولاتي، المفروض ناخد حذرنا، لأنهم أكيد رح يبلشوا هجومهم. متوقع هالشي يا فخرية، يعملوا اللي بدهم يا ما رح يقدروا يمنعوا العرس، لأنه السهم طلع من القوس خلص وما فيهم يغيروا شي. مثل ما شفتي الموضوع ما بينتهي بمجرد أنك تعملي زوجك الوزير الأول، لأنه الأهم من هيك أنه يكون قوي ومعبي مركزه منيح. أنا بقلك شلون الأمور رح تمشي. رستم باعتباره الصهر رح يدخل على الديوان، وبأول فرصة بتصحله رح يتخلص من لطفي باشا. رستم لساته بديار بكر يا خديجة، والعرس لسه ما تم. عندي فضول أعرف شلون رح تمنعي؟ مو شايفة قدامك غير حل واحد، وهو إنك تاخدي روح رستم، وغير هيك مستحيل تقدري تمنعي العرس. أكيد هلأ بيكون الخبر وصل لرستم، وأول شي رح يطلق فريال ويبلش الشغل. مو طالع بإيدنا شي. لكن هذا اللي بده يصير بس تلعب بكبرياء سلطانة وتكسر علبة. طبعاً بسببك أنت رضيت بهالزواج الغلط، للأسف المسكينة رمت حالة بالنار بإيدها. وقت السلطانة هيام بدها تساوي شي، ما في قوة بتقدر تمنعها، وبنتها أكيد رح ترضخ لإرادتها. مزبوط هالكلام، نوايا رستم واضحة كتير، والكل صار بيعرف شو اللي عمله، وهلأ إذا صار بهالقوة ما حدا رح يقدر يهديه. والله لا يدوس علي وعليك وعلى القصر ويمشي. يا خوف يصير نار ويحرق كل شي. قول هلأ أنا ما رح يطالني كتير، بس العلقة عندك أنت، لأنه هالندل بيعرف علاقة السلطانة مريم فيك، وأكيد رح يسعى أنه يتخلص منك بأول فرصة. وإذا زدنا على هالشي حرقة قلب السلطانة مريم فوضعك صعب. ليش أنت كان مصعب يا نصوحة فنتي؟
طيب مثل ما بدك. شو لوين؟ لوين رايح؟ سيلفيا عم تستناني، مو حلوة يتأخر عليها. سلام. مريم، قالوا لي انك حابة تشوفيني. خير؟ شوفي، وليش هيك وشك؟ لا ما في شي، بس انا حبيت اجي اعمل لك زيارة. مريم احكي حبيبتي، شو صاير معك؟ شو اللي زعجك هيك؟ محمد ارجوك اخي ساعدني، انا ما بدي اتزوج لرستم، انا ما بدي اتزوجه. شو هذا اللي عم تقولي؟ مو انت خبرتي مولانا انك موافقه وقلتي له بعظمة لسانك انك قبلانه؟ ايه مزبوط، بس قلت له هالشي بلحظه غضب، وهلا ماني مستعده ابدا. احكي مع امي وابي وخبرهم، بترجاك منع هالموضوع. لك انت جنيتي يعني؟ اولا تم الاعلان عن العرس وما فيكي تتراجعي. انت بنفسك اخذتي هالقرار، وبظن مولاي ما غصبك توافقي على هالزواج. معناها ما رح تساعد. انت تاخرت كثير يا اختي. بعدين انت ما بتعرفي انه القرار اللي بياخده السلطان قطعي وما في مجال انه يتغير ابدا، واللي عم تحكيه مستحيل يصير. معناها يا اخي انا ما حكيت شيء وانت ما سمعت شيء. ابي علي افندي كان قطب، وانا بكون المهدي. يلي ما بيأمن فينا بيكون إيمانه مو صحيح أبداً. القطب راسه عند العرش ورجليه على الأرض، وهو اللي بيكون متحكم بكل أمورنا. لا إله إلا الله. انتبه منيح لكلامك يا أفندي. يلي عم تقوله من عمل الشيطان الرجيم. يلي خلق الإنسان هو أنت، يعني بعد ما الواحد يتجوز ويتقرب من مرته ويجيب ولد، الله ما بيكون له علاقة. شو هالكفر هاد؟ شو هالكفر هاد؟ يا جماعة اصحكم تصدقوا هالحكي، لا تسمحوا لهالشيطان يلعب فيكم. يا أفندي احفظ لسانك لو سمحت، مو من حقك بنوب تسيء لشيخنا بهالطريقة. محي الدين، أنت عم تقول عني إني شيطان، وهالشي ما بيزعجني أبدا، لأنه كل إنسان بالأصل بيولد مع شيطانه تماما مثل ما بيولد مع ربه كمان. لأنه الله زائد الشيطان هنن بيساووا الإنسان، يعني موجودين داخلنا. طلب الرحمة يا بني آدم واستغفر ربك. شو هالحكي الفاضي هذا؟ بجوز الشيء اللي عم تقوله. كلنا عبيده لله. حضرتك الشيخ اسماعيل معشوقي؟ مولانا السلطان أصدر أمر باعتقالك أنت وكل مريدينك بأسرع وقت ممكن. خذوه لهالمنافق عدو الإسلام، خذوه واعدموه. لا تتدخل يا أفندي. حضرة الشيخ تفضل معنا، إذا قاومت مجبورين ناخذك بالقوة. طالما مولانا السلطان أمر بهذا الشيء أمره مطاع. تأكدوا يا جماعة إنكم رح تتحاسبوا بالدنيا والآخرة على كل أعمالكم. روح على الله يردها. هذا ناقصنا إن الشيطان يحكي. هذا الكافر هو كافر الناس كلها. سعود أفندي، أرجوك تعذرني، ما كنت حابب أقبلك بهالطريقة. عجبك الشيء اللي عملته يا ولد؟ أنا كم مرة نبهتك وحذرتك من عواقب هالتصرف. مولانا تلطف فيك وسامحك وأعطاك فرصة تانية، بس للأسف أنت ما بدك تسمع، نزعت سمعة عيلتك وخجلتها. أبو السعود أنا مقتنع بتصرفاتي، وكل كلمة قلتها أنا مسؤول عنها، وإذا أنا مو خجلان ما بيصير حدا يخجل من يلي بساوي. الله يصبرنا، الله يصبرنا. تعرف يا معشوقي لو كنت واحد جاهل وبلا عقل ما كنت زعلت منك،
عن جد أنا ما عم أفهم أنت كيف بترتكب هيك غلط يا ولد. شو يلي عامل فيك هيك ومخرب لك عقلك؟ شربان خمر أو متعاطي أفيون؟ فهمني. ما فرق بين نعم رب العالمين، ولا بقول هذا سيء وهذا جيد، بقبل بنعمه كلهم. والتزمت هو اللي بيخرب عقل الإنسان، مو هدول يلي عم تحكي عنهم. من إمتى كان الإيمان الخالص بأركان الإسلام الخمسة وتطبيقاته يعتبر تزمت يا غافل؟ أنت ما بتعرف إنه الكلام يلي عم تقوله هو الكفر، وكل شخص بيحكيه أو بيآمن فيه نحن كلنا بنعتبره ملحد. إذا ما بتستغفر ربك وبترجع لطريق الحق، حتى أنا مستحيل أنقذك. أساساً أنا على طريق الحق يا أبو سعود أفندي، وماشي مع الحق من طول عمري. أنتوا عم تقدموا لي النصح، بس ما عم تقدروا تشوفوا أبداً إنه همي أكبر من نصايحكم وأعظم منها يا أبو السعود أفندي. لا تهددوني بالموت، لأنه بالنسبة إلي هذا مجرد تهديد فاضي. أنا مشتاق لشوفة ربي، وشوقي لدرجة إني مستعد للموت دائماً. بالنسبة إلي أنا الموت والحياة شيء واحد. أنا مو متضايق من شأنك، أنا متضايق من شأن أهلك وعيلتك. تعرف أنا بحمد الله وبشكره أنه أبوك توفى وترك هالدنيا قبل ما يخيب أمله ويشوف هالبهدلة يلي ابنه عم يعملها. الآباء مو هن بيختاروا أبنائهم يا شيخ شلبي، ولا الأولاد بيختاروا آبائهم. ويا ريت ما تنسى أنه أبوك المرحوم المحترم محي الدين أفندي كان شيخ بيرامية ومن مريدين طريقتنا يا شيخ. المرحوم أبي مزبوط كان شيخ مثل ما عم تقول، بس المرحوم كان شيخ قبة بجامع بيرامية. هو كان من أتباع طريقة حج بيرم الولي واق شمس الدين، وبعمره ما كان على طريقتك اللي عم تحكي عنها. المرحوم عاش حياته بما يتناسب مع إرادة الله يلي هي شريعته، وعمل من شان يكسب رضا الله وبس. لهيك ما كفر مثلك وصار واحد زنديق. زين كلامك وفكر فيه منيح قبل ما تقوله، وإلا راح تندم كتير. خليكي هون سلطانة. سمو الأمير. أهلا وسهلا سلطانة. صار لي كم يوم ما عم دوق طعم النوم. رستم أبدا ما بليق بأختك مريم. مولاي كيف بيسمح يصير هذا الشيء؟ كنا عم نحكي بالموضوع بالوقت اللي أنا عم حاول أبعده عن مولانا، قدر إنه يوصل لعنده ولجوات القصر كمان. ما عم بقدر أتصور. بالتأكيد السلطانة مريم انجبرت على قبول هالشيء، مو هيك سلطانة؟ السلطانة هيام من وقت ما رجعت صارت تتصرف بجرأة، كان واضح إنه ما رح تسكت على تعيين لطفي باشا وزير أول. المفروض هذا الوسخ اللي اسمه رستم يتوقف عند حده فوراً يا أميري، وما حدا بيعملها إلا أنت. بس مولانا السلطان أخذ قراره، شو فينا نساوي؟ هذا الزواج واضح جداً إنه ما أنا مجرد زواج عادي. هيام إلى غاية واحدة من هيك زواج، ومن فكرة تقوية رستم باشا أصلاً هي إنه تتخلص منها. إذا اليوم ما قدرنا نوقفهم بكرة رح يصير الوقت متأخر. سلطانة، منقتل رستم باشا؟ لا، ما في داعي إنه يموت. في طرق تانية لنتخلص منه غير القتل. حضرة السلطانة شهرزاد، أول شي بسلم عليكي وبتمنى تكوني بصحة وعافية. من خلال الرسائل اللي بعتيلنا إياهم عرفنا بالأحداث اللي صايرة بالعاصمة، مثل ما انبسطنا بوصول زوجك لطفي باشا على المقام اللي بليق فيه، حبيتك تعرفي انه انزعجنا كتير كمان على خبر الموافقة على زواج السلطانة مريم من رستم باشا. ادخل. واضح انه رستم باشا من خلال الاسباب اللي شرحتيها هو مانو الشخص المناسب ليكون صهر مولانا السلطان، بس القرار اللي تم اتخاذه ما بيعني انه لازم يتطبق. انا برايي لازم يتغير القرار باي شكل، وهذا الشيء ما بيتم الا اذا ساعدتينا على اقناع مولانا. انا واثقه انك بتوافقيني الراي انه مولانا السلطان كمان حابب يعارض هذا الزواج، ومشان هيك لازم نتحرك فورا.
طيب، حدا منكم عنده شي فكرة؟ والله يا سلطانة بشوف ما في داعي لهالألاعيب، حتى إذا دخل رستم على هداك القصر فأنا الآمر الناهي هنيك، وبإذن الله رح لاقي له طريقة مناسبة واتخلص منه. ما رح نخاطر ونترك الشغلة للحظ يا باشا. هالزواج ما لازم يتم. برأيي إنه حكي ناهي الدوران صحيح، لازم يتطبق بشكل سريع. شو رأيك بالموضوع يا ألفت؟ إذا منتذكر اللي صار مع السلطانة خديجة قبل سنوات منستنتج إنه مو شغلة مستحيلة سلطانة، وأنا كمان هيك عم أقول. هذا الموضوع رح ينحل أسهل من ما عم نفكر، ولازم اكتب لها رسالة لناهي الدوران بارك لها وتشكرها فيها، لأنه أخيراً وعيت ورجع عقلها لراسها وقت اللي صار هذا الموضوع متعلق بابنها. مولاتي اتكية يلي باسم حضرتك عم تتعمر بشكل سريع، والله بصراحة أنا مستغرب كتير. المعماري سنان باشا قاعد عم يصف الحجار بإيديه بذات نفسه، وإذا استمر الوضع هيك رح يسلم شغله أبكر بكتير من الوقت المحدد. لكن بهالحالة وصلوا له خبر، إذا بلحق وبيخلصها قبل عرس بنتي رح خليه يطلب ويتمنى اللي بده إياه. مولاتي السلطانة. تعالي مريم قربي لعندي. خير؟ ليش مزعوجة هيك؟ سلطانة سامحيني، بوس ايدك ساعديني سلطانة، أنا ما رح أقدر، ما فيني أتزوج من رستم باشا مستحيل. خبروا لمولانا إني بدي أقابله، الموضوع كتير مهم. مريم حبيبتي وعمري، أنا سبق ووعدت نفسي ووعدتك ووعدت كل إخواتك كمان، أنتي خلقتي حتى تكوني أميرة، وإياكي تقيمي هالشي من بالك. بدي إياكي تكوني أقوى مني، أنتي مانك جارية مثلي. أنا بدي إياكي تقدري تعملي يلي ما قدرت أعمله. يمكن أنتي هلأ مزعوجة وعم تتألمي، بس مع الوقت رح تقتنعي بكل كلمة عم أحكيها، وصدقيني كمان رح تكوني سعيدة. سلطانة حاجتك بقى تند بحظك وتبكي يا مريم. أنا حكيت لك سبب هاي الجوازة شي ألف مرة قبل، طالما الموضوع بيتعلق بمستقبلك ومستقبل إخواتك مجبورة تتصرفي بوعي وحكمة. أنا قلت رح تتجوزي يعني رح تتجوزي، وهالشي هاد رح يكون إثبات لإخلاصك إلي ولإخواتك. وإياكي تنسي إنه الإخلاص أهم من كل شي بهالدنيا ومن العشق كمان. ادخل. مولاي اهلا وسهلا لطفي باشا.
هي هدية السلطانة مريم. إن شاء الله يطلع حلو مثل التصميم. بس إن شاء الله نقدر نلحقه على العرس. إن شاء الله يا مولاي السلطان. أكيد رح تلحق وتقدر تساويه يا مولاي. قلت لي إنه الموضوع مهم. والله ما بعرف شو بدي أحكي يا مولاي. ما كنت برغب خبركم خبرية سيئة وأزعج حضرتكم. وصلتني هلأ خبرية من لواء خربوط عم بيقول إنه صاير حكي كتير حساس وخطير بخصوص رستم باشا. الشي اللي عم ينحكى إنه رستم باشا منصاب من مدة طويلة بمرض خبيث. أنت شو عم تحكي يا باشا؟ هالمرض شو بيكون؟ حسب ما عم يقولوا مصاب بمرض الجذام يا مولاي. الجذام. باشا انت ليش لساتك هون؟ انا ما طلبت منك تروحي؟ انتظرت رجعتك من ارجاني. سبع وامنت لك كل شيء انت بحاجته، والمهر اللي قدمت لك اياه بظن بكفيكي. يعني بالحقيقه انت عبيتي خزنتك بما فيه الكفايه، مو هيك؟ واللي سرقتي مني مبلغ كافي. ما بعرف شو بدي ساوي يا باشا. طيب انا وين بدي اروح لحالي؟ فيك تروحي لعند السلطانة شهرزاد يا خانم، أكيد رح تلاقي المكان المناسب لخادمتها المخلصة. لوين مفكر حالك رح توصل بهالزواج؟ سلطانة مريم أكيد ما رح تطلع بوشك، لأنه إحساسها وقلبها مع مأمون أغلو وهي بتعشق. شو رأيك سلطانة؟ بالنسبة للون كتير حلو، بس القماش مو مثل ما بدي. حيكون العرس بفصل الشتاء، يعني لازم نحسب هالحساب. سلطانة هي القطعة مثل ما أمرتي، وأنا بعتقد إنك كتير رح تليق بجمال السلطانة مريم. دستور جلالة السلطان سليمان المعظم. عفيفة خانم، اتركوني لحالي مع السلطانة وهيام. أهلا وسهلا سليمان، أنا كنت عم أتفرج حتى أختار القماش المناسب لعرس السلطانة مريم. الأخبار مو منيحة يا هيام. عم بيقولوا إنه رستم باشا مريض، وهنن عم يحكوا إنه ممكن يكون مصاب بالجذام. شو هالوقاحة وقلة الذوق اللي عم تحكي فيها؟ شو أنت جنيتي؟ هي الحقيقة يا باشا، شو ما عملت ما رح تقدر تغيرها. سلطانة مريم بتعشق غيرك وما رح ترضى إنك تلمسها. يا باشا لا، يا باشا يا باشا لا. عزيز آخا، عزيز آخا، يا باشا لا. باشا خذوا ولا هي من قدامي. معقول تساوي هيك بالخانم يا باشا؟ بس بجوز يكون هذا كله مجرد حكي يا سليمان. ومين اللي قال انه الباشا هيك مرض؟ مستحيل توصلني المعلومة إذا ما كانت أكيدة. لواء خربوط باعت معلومات وهو متأكد منها. رستم باشا مثل ما في ناس بيحبوه كمان في ناس تانين بيكرهوه طبعا. أنا واثقة إنه عم بيفتروا عليه بس مشان يمنعوا هالزواج.
المهم بحديثنا هلأ هو مريم يا هيام. ما بصير نغامر بحياة بنتنا ومستقبلها. أنا مستحيل غامر بحياة بنتي الوحيدة، وطبعاً إذا ثبت إنه معه هيك مرض خطير ما بيصير إنه يتجوز، مو بس من مريم. سلطانة، عثمان، هوري جيهان، تعالوا لعندي. خديهم على غرفهم ليرتاحوا. خير إن شاء الله يا سلطانة. أنا غلط بشي من دون ما أنتبه؟ هدول الأولاد في إلهم أب يا خسروف باشا. مظبوط هو هلأ مو بيناتنا، بس إياك تفكر إنك تحط حالك محله. بتوقع هالأسر مانو سجن يا سلطانة، وأنا ما عم اشتغل سجان، عم حاول اعمل معك المستحيل وجرب ساوي كل شي بيطلع بايدي مشان تكوني مرتاحة بقصرك انت وولادك. من اللحظة الاولى اللي شفتك فيها ما طلبت من حضرتك الا كلمة حلوة ونظرة لطيفة، وما بدي اكتر من هيك. واذا هذا شي حاسة بده يزعجك بلاهن يا سلطانة. وأخيراً أعدائنا كشفوا عن نواياهم، معناها مشان هيك كانوا قاعدين وساكتين كل هالوقت. اعذري فضول يا سلطانة، بس يعني معاذ الله، وإذا كان صحيح بركي رستم باشا عن جد كان مريض. لا تحكي هيك أبداً يا سمبول، لو كان هيك أنا بالذات أول حدا بيعرف بالموضوع. أنا ما بعتقد هيك يا مولاتي، لأنه الباشا إذا كان مريض رح يخبي هذا الشيء أكيد. سلطانة شوفي يا فخرية، قولي. قبل شوي اجت السلطانة شهرزاد وراحت على جناح مولاي. هذا اللي كنت متوقعته، ما بدي حدا يدرى بهالشي يا سنبول ابدا، وخاصة مريم. سكتم بكتم. يا الله، من وين طلعت قصة هالمرض هلأ؟ وشو هالموعد قبل العرس كمان؟ بسمع انه الجذام مرض كتير خطير. الله يشفي ويعافي. آمين آمين. بس كل يلي انصابوا بهذا المرض ماتوا. صحيح ما بيقتل بس بيعذب، بيخلي الواحد يتوجع. مريم شو قالت؟ مريم لسه ما بتعرف. مولاي برأيي لازم تدرى بأسرع وقت، لأنه تحت هذا الظرف مستحيل يصير العرس، مو هيك؟ مستحيل. انتي ليش مزعوجة؟ لأن السلطانة عصبت عليكي؟ لا حبيبي، يلا روح على غرفتك، انت صار لازم تنام. سلطانة، والله زعلت وقت سمعت الخبر، الله يشفي إن شاء الله. شو قصدك ألفت خانم؟ ليش مين هو المريض؟ سامحيني بس أنا فكرت إنه قالوا لك. محمد ولا سليم؟ لا نشكر الله أمرأنا ما فيهم أي شيء، بس
رستم باشا قالوا انه مرضان مصاب بالجذام. جذام؟ هيك قالوا لي. ضمن هيك وضع العرس بيلتغى اكيد. الله يصبرك حبيبتي. ادخل. مولاي السلطانة هيام طالبة تشوفك. خليها تفوت. مولاي سلطانة شهرزاد انت هون كمان؟ وقت وصلني الخبر اجيت يا هيام. الله يشفي ويعافي. شكرا يا سلطانة، بس هالشي هلأ مجرد كلام وبس، على الأقل هيك حاسة وبتوقع هيك يكون. إن شاء الله يكون هيك، بس مجرد الحديث عنه بكفي. مستحيل نرمي مريم بنت السلطان ونحن قاعدين عم نتفرج. سلطانة شهرزاد معها حق يا هيام. وقفي تحضيرات العرس شي أسبوع أسبوعين، ولهداك الوقت رح تجينا أخبار أكيدة من لطفي باشا. خلينا نستنى اللي بتشوفه مناسب بنعمله يا مولاي. نحن المفروض نتصرف بحذر أكتر يا مولاي، خاصة بمثل هيك موضوع حساس ومهم. شو قصدك؟ خلي يروح طبيبنا الخاص موشي هامون لعند رستم باشا ويكشف عليه. ساعتها إذا كان في شي أكيد هو رح يعرف ويكشف هالمرض، وهيك كلنا رح يرتاح ضميرنا. هذا المرض معروف وما بيظهر هيك بسرعة، بياكله للواحد من جوا. بما أنه الشغلة انتشرت ووصلت لمسامعنا معناها المرض صار بمراحله المتقدمة، مو هيك؟ بس طبعا جلالتكم بتشوفوا التصرف المناسب مولاي. ادخل. لطفي باشا اجا ولا لسه؟ اجا يا سلطانة، هو بغرفته. باشا بتأمروني بشي خدمة تانية؟ سلطانة إن شاء الله كان لقاءكم منيح. مولانا شو قرر إنه يعمل؟ هيام نجحت كمان هالمرة، رح يروح موشي أفندي لديار بكر مشان يكشف على رستم باشا ويحدد المرض، وطبعا رح ينتظروا المعلومات اللي رح يجيبها. المشكلة رح يبين بعد الكشف إنه مانو مريض، ووقتها شو رح تعملي يا سلطانة؟ أنا فكرت بغير حل يا لطفي، لا تقلق أكيد في شي تاني ببالي. أي فستان بتحبي تلبسي اليوم يا سلطانة؟ جهزوه فوراً.
سلطانة وين بتحبي تاكلي اليوم؟ مو جوعانة، باكل بعدين. سلطانة طلعوا لبرا. سلطانة بالي بيك لساته عم يلتقي مع السنيورة سيلفيا، وهنن امبارح قضوا ليلتهم بالخان. شو اللي عم يضحكي؟ عم بيضحك على وضعي، لأنه لو ما شفتك هديك ليلة ببيت عمي كنت أنا هلأ بفينيسيا، ويمكن بحفل عم ينقمع شرفي. شايف إنه السنيورة ملت من هالغرفة الصغيرة اللي بالخان؟ أكيد لا، أنا واتي بكون معك كل مكان جنة. هاد شي حسيت فيه بكورف وقت كنت معك، كنت أعرف أكيد رح نلتقى مرة تانية. أنا مضطر أمشي. شو مشكل هاي المرة؟ أنا حموت من الخوف، ممكن إنه يأذيني. أنتي روحي لعند عمك، وإذا أنا ما بعدت لك خبر ما بتطلعي من عنده بنوب. هالمرة مين بيكون؟ واضح إنها كتير غنية وبيحبك كتير. عم تتحسن كتير بهاللعبة يا محمد. عم ألعب مع جيهان جير كل يوم. مزبوط إنه صغير بس موهوب ما شاء الله عليه. تصور من كم يوم غلب سليم. والله جد؟ دير بالك على أخوك منيح. بدي إياك تعلمه كل شي بتعرفه يا محمد، لا تخليه يحس حاله إنه ضعيف. لا تشغل بالك مولاي. مولاي شوفي، مو أنا صرت مشارك بحملتين معك؟ بعتقد إنه صار فيني استلم شي سنجق بدولتنا العلية. طبعا رح تطلع. أنا كنت عم فكر إنه بعتك بعد عرس السلطانة مريم. دستور حضرة السلطانة مريم. مولاي أهلا وسهلا حبيبتي مريم. مولاي مزبوط الشي اللي سمعته عن مرض رستم باشا؟ لا تاكلي هم، الموضوع مجرد إشاعات، بس أنا بعتت حكيم على ديار بكر وعم نستنى خبر منه. شو اللي صاير مع الباشا؟ موشي أفندي راح على ديار بكر يا لطفي باشا؟ ما عندي معلومات عن الموضوع، بس أكيد اليوم رح أعرف. شو هذا اللي سويتيه؟ آه؟ مو معقول اللي سويتيه، شو هالاستهتار هاد؟ أنا بعتذر منك يا باشا، هلأ رح ننظفها فوراً. فيك من يدك وروحي من وشي، شو هالاستهتار هاد؟ آغا مشان الله يا باشا سامحني واغفر لي سلطانة. تبعتوا هالخانم هاي على قصر القديم، ما بدي إياها تخدمني هون بالقصر أبداً. نلعي نلعي. شو هالجارية المستهترة هاي؟ خير إن شاء الله يا لطفي. ليش مزعوج ومعصب لهي الدرجة؟ هاي مو أول مرة، هي الجارية الغبية كتير مستهترة، ما أنا مؤهل للشغل أبداً. الواحد شو بدي يتحمل ليتحمل. الواضح إنه قصة رستم باشا زعجتك كتير لهيك متضايق. مولاي بالي بيك عم يستناني، اليوم متفقين إنه نركب على الخيل. قبل شوي مريت عليه مشان أسأله عنك يا محمد، بس ما كان بالقصر. هو له فترة مشغول ومو مبين، الظاهر إنه اللي عم ينقال عنه مزبوط. شو اللي عم ينقال عنه يا مريم؟ أسمهان اليوم قالت لي بالي بيك عم بيلتقي بخانم بيقولوا له سيلفيا. ومين بتكون هالخانم؟ بنت أخوه لسفير البندقية السنيور توماسو. سلطانة والله العظيم ما عملت شي أبداً،
ما شفته غير عصب وصار يصرخ وأمرهم يقلعوني برات القصر. وليش قلتي إنه كل شي ماشي يا خانو؟ أقسم بالله كان كل شي منيح، أنا كل الوقت كنت عم نفذ أوامرك بالضبط يا سلطانة. بما إنه هيك ليش طردك وبعتك على القصر القديم؟ بجوز كان خايف من السلطانة شهرزاد، ويمكن كان خايف إنه تعرف بعلاقتي معه ولهيك قلعوني سلطانة. يا خانم هلأ ارجعي على القصر القديم، خلص انت كوني مطمنة. سلطانة هلأ شو رح نساوي؟ هالشي مانو منيح. هو تصرف لصالحنا سنبل، طرده للخانم رح يفيدنا، متأكدة من هالشي. مولاي أخيراً إجيت يا مأمون أغلو، كل ما بسأل بيقولوا لي مانك هون. سامحني يا مولاي بس بصراحة كان عندي شغل بالمدينة. شغلك اللي بالمدينة يا بالي بيك تضيع وقت مع سيلفيا بنت أخته للسفير توماس. مولاي اسمح لي اشرح لك. يكون بعلمك هذا الشيء اللي عم تساويه ما بيصير أبدا. اوعك تنسى يا بالي بيك انه حضرتك عم تمثلني بشكل شخصي، ولا تنسى انه السفير توماسو بيعمل اي شيء مشان مصلحته الخاصة. اليوم قبل بكرة تنهي هاي العلاقة بالي بيك. بأمر جلالتك يا مولاي. سلطانة رستم باشا معه مرض خطير كتير يا مأمون أغلو. قالوا لي عن مرضه، الله يشفيه ويعافيه يا رب. آمين آمين. وهلأ عن إذنك بلغ سلامي لسيلفيا، إلا بتمنى لها سفرة موفقة. إسماعيل معشوقي ابن السيد علي أفندي، أنت متهم بالكفر ودعوة الناس من خلال مواعظك الشيطانية إلى طريق الضلال والشرك بالله، بقصد تكوين جماعة من المشركين والكفر الضالين الذين لا هداية لهم ولا إيمان بالله، وازداد عدد أنصارك وانتشر هذا المذهب بين صفوف المؤمنين. عندك شي حابب تحكي؟ قول الحقيقة، هاجس عند كل مؤمن وتنوير الناس الجاهلين واجب على كل من آمن بمعتقداتي. يعني نحن لازم نشرح حقيقة الدين والعبادة ومنقول يلي مقتنعين فيه ولو على قطع راسنا. استغفر الله. شوف هذا الشيء اللي يرجع شو عليك كافي. هدوء هدوء لو سمحتوا، الكل يسمعني منيح. حضرتك يا زيد أفندي شاركت بأكثر من درس للشيخ معشوقي وسمعت شو كان عم يحكي، قلنا شو الأفكار يلي كان عم يقنع الناس فيها. رح قلك يا حضرة القاضي، هذا الشيخ كان عم يشرك برب العالمين. نحن عم نسمعك، يلا لشوف احكي. قال ما في حرام بالدنيا، يعني الإنسان بيقدر يساوي كل شي بحبه، يعني الإنسان حاشا أنه يكون، استغفر الله، الإنسان هو الخالق. استغفر الله. وانت يا عمر أفندي بتوافقوا لزيد أفندي على هالكلام؟ طبعاً يا حضرة القاضي. معشوقي قال إنه ما في موت، والروح بتطلع من جسد الإنسان وبتنتقل لجسد تاني. تفضل. سلطانة، مرشي أفندي إجا يا سلطانة وناطر برا. خلي يفوت. سلطانة أهلا وسهلا مرشي أفندي. سمعت أنه حضرتك بدك تروح عن قريب على ديار بكر بمهمة خاصة،
ايمت قررت تروح لهنيك؟ بإذن الله اليوم رح سافر يا سلطانة. كتير منيح. واثقة انه رستم باشا مريض ومعه جذام، بس متأكدة انه رح يعمل كل شي مشان يخفي هذا المرض، وبدي تحذر منه. انتي كوني مطمنة سلطانة. كيف بدي اطمن؟ الموضوع بيتعلق بمصير بنت اخي. بعدين اذا الباشا مو مريض بهذا المرض، مفروض عليك تثبت انه معه جذام. مستحيل اثبت انه مريض يا سلطانة، بعدين الاعراض ما بتظهر بهالسرعة، خصوصي اذا كان المرض ماله زمان. هاي مو مشكلتي موشي افندي، اذا حضرتك بتثبت انه الباشا مانو مريض بهذا المرض، لازم تعرف انك بهذا القرار بدك تضحي بروحك. بينادوا لك الشيخ معشوقي ما هيك؟ مزبوط هالحكي. في ادعاءات بتقول انه حضرتك شخص كافر. استغفر الله العظيم، عم تشبه الانسان بربنا، والحرام المنصوص عنه بالشريعة بتعتبره حلال، والغش والزنا كمان هي حلال، وما في عذاب قبر وحساب، وبتقول انه الروح بتطلع من جسد الانسان لتنتقل على جسد تاني. كمان حضرتك بتقول الاكل والشرب والنوم كل هالشغلات عبادة، وبتقول أبوك القطب وأنت المهدي. لسه في كتير أمور بتثبت أنه أنت كافر وعم تشرك برب العالمين، وفي 8 أشخاص بيشهدوا على كفرك برب العالمين، هن الموجودين هون. شو ردك على هالحكي؟ في عندك حجة؟ الناس ما عم تقدر تشوف غير الظاهر، صعب كتير انه نشوفه الباطن. يا بني آدم، الصوم والزكاة والحج هالتلات أركان نزلت مشان الناس، والمؤمن مفروض عليه انه يصلي صلاة العيد مرتين خلال السنة، وبهي الصلاتين بتلاقينا عم نصلي كلياتنا بالمساجد والجوامع. الصلاة والصيام والحج هنن فروض على كل المسلمين لحتى يشغلوا وقتهم بالعبادة واستغفار رب العالمين والامتناع عن الفحشاء والمنكر. هاد هو الإيمان. أنت كافر ومن أعداء الإسلام، عم تدعي للشرك بالله وإقامة الفاحشة والابتعاد عن عبادة الله وعدم التقيد بأركان الإسلام. عم أدعيهم لحب الله المطلق. الصلاة عمود الدين وميزان الإيمان العادل، والقرآن الكريم كتاب الله، وهي أشياء ما فيك تنكرها يا معشوقي مهما حاولت وشو ما سويت. أنت من أتباع الكفر الضالين وعدو للمسلمين. انتو ما بتفسروا غير ظاهر القرآن، اما انا بفسر باطن القرآن واعماقه، واذا بدك تعرف ماهيته يا شيخ لازم تصير عالم بالدين. من سمات الفكر يلي متبني تحليل الزنا يا شيخنا الجليل، انت غايتك تفسد اخلاق المؤمنين وتخرب لهم عقولهم ونفوسهم. دين الاسلامي بيدعي للاخلاق والقيم والتقوى. نحن مخلوقين من تراب مو هيك؟ يعني الزنا يا شيخي هو ملامسة تراب بتراب، وين الغلط بهالشي؟ هي هي لذة العشق الحقيقي. انت بتقول الانسان خلق الانسان، يعني اذا سويت علاقة مع مرة وجبت منها طفل بتكون انت اللي خلقته؟ حابب اقول شغلة، ظاهر كلامي ممكن يكون فاضي، بس الباطن في مغزى كتير كبير وما رح اتراجع. يا سادة، اسماعيل ابن علي أفندي لساته متمسك بآرائه، يعني هذا الإنسان بدون دين وعقابه رح يكون القتل. بتوافقوني الرأي؟ أنا بأيد هذا الرأي. صعب أيد قرار قتله. والده لإسماعيل السيد علي محترم وكان إنسان صاحب سمعة طيبة، وقت إجا إسماعيل إلنا لساته شاب صغير وجاهل وما بيعرف الحقيقة، لهيك بعتناه على مدينته يلي إجا منها. بلكي بيرجع لطريق الصواب، بس هو ما اقتنع بفكرنا، يعني بناء على إفادة 8 شهود يلي موجودين معنا، أنا بشوفه زنديق وملحد وما بيآمن برب العالمين.
بصفتي شيخ الإسلام راح أفتي بقتل الشيخ معشوقي وقتل أتباعه كلهم يلي أشركوا برب العالمين. القرار تم وينفذ اليوم. إسماعيل ابن السيد علي أفندي المعروف باسم الشيخ معشوقي، الكلام موجه إلك ولأتباعك. من خلال التحقيق تبين أنه أنتوا جماعة زناديق، وتم الحكم عليكم بقطع رؤوسكم، والحكم رح يتنفذ بساحة الخيل قدام كل الناس مشان كل العالم تعرف شو مصير يلي بيكفر برب العالمين وتكون عبرة للناس. أخذ العقاب اللي يستحق رب العالمين. عينها العقاب. شو رأيك يا لطفي باشا أمنح سليمان باشا منصب وزير قبة بالديوان؟ دائماً قراراتكم بتكون حكيمة وصائبة مولاي. خادمكم سليمان باشا صادق وقوي كتير ومخلص للدولة، وأكيد رح يشتغل بصدق وأمانة. رح نموت يا أخواتي، وموتنا بيشبه تحطيم قفاص العصافير. بس ينكسر القفص العصفور بيصير حر طليق، والموت أكيد هو خلاصنا من الظلم. يعني موتنا رح يخلصنا من السجن يلي كنا محبوسين فيه. نحن مسافرين لعالم ودنيا تاني، وحتى لجسد تاني. العالم رح ينسى الظالمين، واسمنا يلي رح يعيش للأبد. يشرك برب العالمين نهايته بتكون بقطع رأسه، نهاية كتير سيئة لشخص بأول شبابه. ما قدر الجميل يلي جلالتكم قدمتوا له اياه مشان خاطر أبوه علي أفندي، يعني بيستاهل هالنهاية. هو صار عبرة لكل شخص كان عم يفكر إنه ينضم لهالجماعة، وهالمذهب انقطعت جذوره يا مولاي. هيام، سلطانة، شو سمعت انك زعلتي لانه رستم باشا مريض؟ يعني اذا متضايقة عليه فيكي تزوري، وبكل الاحوال هو رح يصير سهرك. ليش لتزوره؟ هو عن قريب كتير رح يجي. رستم باشا ما بيشكي من شي، وكل شي عم يساووه اعدائي عم يفشل. وانتي ليش اجيتي لهون هيا؟ اليوم رحت زرت القصر القديم، وبالصدفة شفت جارية هنيك قالت لي انها من الخدم تبعك، اسمها احسان سلطانة. ومثل ما فهمت يا سلطانة، لطفي باشا طردها من قصركن، مشان هيك طلبت مني ساعدها. شو الموضوع هيا؟ بالبداية ما اهتميت ابدا، بس خوفتني من الامور اللي قالت لي اياها والمفروض تدري فيها. الموضوع بيتعلق بزوجك سلطانة. اللي بدي أقوله يمكن صعب. إحسان قالت لي إنه هي على علاقة مع زوجك لطفي باشا يا سلطانة. فكرت راح تغيب عني كتير. معقول اشتقتي لي يعني؟ إمتى قررتي تروحي على فينيسيا سالفيا؟ ليش؟ أنت بدك أنا روح يعني؟ ما بصير تبقي هون بالعاصمة، أنت صار لازم تروحي على بلدك. ما فيني أترك هون، أنت قلت ما رح تبعد عني، أنت غيرت كلامك؟
أنت ليش عم يقول هيك؟ أنا ما وعدتك، ما وعدتك بشي سيلفيا. اليوم آخر يوم إلنا مع بعض، خلص ما بقى رح نلتقي، رح تسافري بأقرب وقت على بلدك. طيب قلي شو صار؟ أكيد في حدا غيري مو هيك؟ هديك مرة هددني قال لي إذا ما بسافر رح يأذينا نحن اتنين. لازم تسافري على فينيسيا سيلفيا، ما بدي إياكي تنأذي بسببي. ما بتعرفي يمكن يجي يوم ونجتمع بشي مكان، بس أكيد مو باسطنبول، ومو أنا وعم اشتغل هاد الشغل. مامو نغلو، مستعد أنا ساوي لك كل شي، وإذا بيحب أنا بأسلم والله. انتي لازم تروحي سيلفيا، روحي. تركي هالجارية بحالة ولا تخليها أداة لألاعيبك يا هيام. إذا واثقة كل هالقد فيك تروحي تسألي لطفي باشا، المرة بتقدر تكشف زوجها ما هيك؟ خاصة إذا كانت مرة ذكية مثلك. أنا بعرف من زمان إنك حابة تخربي بيني وبين زوجي، ولما فشلتي وخسرتي اتهمتي زوجي بالخيانة. سلطانة قلتلك الحقيقة وحبيت إنه نبهك، يعني بتصدقي ما بتصدقي هذا الشي بيرجع إليك. تصبحي على خير سلطانة. سلطانة مرجان آغا، الظاهر إنك جاي لحتى تنقل أخبار الحرم لك ما هيك؟ أنا تعودت إجي وأطمن على السلطانة. مو غلط، وبهالفترة لازم تكون جنبها. السلطانة محتاجتكن كتير. مرجان آغا. سلطانة سلطانة، التقيت بالسلطانة هيام برا، واضح انك ما انبسطتي بزيارتها. هي بتلدغ وبتمشي مثل الحية. قال شو عم بتقول؟ انه لطفي باشا كان مع واحدة من جواري وفي شي صاير بيناتن. لهيك هو طردها. هي مو أول مرة بتحاول تشوه صورته، بدها تخرب بيناتنا. سلطانة شفت أوسخ منا بعمرك، يعني شو يلي بدها توصل له؟ بس هالمرة حكيها مزبوط. السلطانة هيام عارفة شو عم تقول. شو عم بتقول يا مرجان؟ بس أنا شفتهم بعيوني وقت كنت جاي لعندك بالليل. شفت إحسان خانو وهي طالعة من عنده ومبينة كتير محروجة، وبصراحة شفته بوضع ما بيسر الخاطر. بعدها أجيت فورا لحتى خبرك، بس وقتها ما حبيت زعلك وخفت أحكي. سلطانة
وأخيرا شفت وشك وهو عم يضحك. ما بنكر إني زعلت منشان رستم، لأني ما بتمنى له السوء أبدا. وكمان ما بكذب عليكي، موضوع إلغاء العرس ما أقنعني أبدا. مين قال لك هالحكي؟ مو مهم، الكل عم يحكوا هيك. لا مهم، حتى لو الكل حكى مو معنى هالشي إنه الخبر صحيح وإنه مانو كذبة. الخبر كذبة؟ فريال خانم إجت لهون وقالت لي في لعبة بالموضوع، مو حاسة بهالشي؟ أعدائنا ما بدهن هيك زواج، ورح يعملوا المستحيل لحتى يوقفوا بوشه. على كل حال الحقيقة مو مطولة لتظهر، وإذا اكتشفنا إنه مانو مريض الزواج ما رح يلتغى. أهلا وسهلا يا باشا. عفوا، حضرة السلطانة قالت لي خبركن إن بانتظاركن. مرجان آغا، مالك بالعادة تجي لهون؟ أنا أجيت لحتى أشوفك. يا حراس! سلطانة؟ موشي أفندي ما أجل عندك وزارك؟ بلا، شفتوا حكينا. بظن أنه فادك لأنه حكيم مخلص وأمين وما بيقول غير الحقيقة لأنه صادق. يا ريت لو كل التابعين لإلنا يكون عندهم نفس درجة إخلاصه وأمانته، ما هيك؟ خير إن شاء الله يا سلطانتي. من امبارح بالليل وحاسك إنك متضايقة. إذا لأني تأخرت بالجاي لعندك فلأنه شغل الديوان أخرني. باختصار كنت مجبور. شغل الديوان أخرك؟ ولا الخانم يا لطفي؟ أنا ما فهمت ليش هيك عم تقولي يا سلطانة. حاشا إني أتجاوز حدودي مع أي وحدة. إحسان خانم يا لطفي باشا، اللي أمرتهم يقلعوها. شو هالجرأة يا باشا؟ مين مفكر حالك حتى تتجرأ وتخدعني؟ حاشا يا سلطانة، أنا مستحيل أخدعك. إذا هي إجت لعندك وقالت لك هالحكي فهو مو صحيح أبداً. بلكي لأنه طلعت حبت تتبلاني بهالافتراءات. المخلوقة ما جابت سيرة الموضوع، وأنا ما ممكن أسألها عن هيك شغلة بالأصل. هيام إجت لعندي من شوي وهي يلي خبرتني. بالأول ما صدقت وقلت لحالي واضح إنه بدها تفتن بيناتنا. بعدين إجا مرجان وقال لي إنه شافها وهي طالعة من غرفتك وكانت بوضع محرج. شلون بتتجرأ تسألي
سلطانة، هاي المخلوقة إلى فترة وهي عم تحاول توقعني، وهديك الليلة لما كنت جاي لأحكي معك الشيطان لعب بعقلي، بس أنا يشهد علي ربي إنه ما صار أي شيء بيناتنا. أقسم بالله العظيم إني ما سويت شيء وطردتها من غرفتي. إن شاء الله يكون هيك يا باشا. كل الزلات يلي سويتها من قبل ما كفتك لحتى توقعني بلسان واحدة مثل هيام، يا عيب الشوم عليك يا باشا. سامحيني، أنا اوعك تفكر تلمسني. بتعرف شو تمن خيانتك لسلطانتك؟ جاوبني، طلقني واليوم قبل بكرة يا باشا، وحياتك لرجعك مثل ما كنت بالأول. رح أمسح فيك الأرض ودمر لك حياتك. هذا هو المهم، هذا اللي بدك اياه يصير. من سنين وأنا عايش على هي الحالة وما اعترضت أبدا، وحياتنا الزوجية الكل بيعرف إنها معدومة. وشو السبب برأيك؟ لو ما أهملت واجبك كزوجة تجاهي مستحيل كنا نوصل لهون أبدا. المفروض إنك تركع تحت رجلي وتطلب مني إني سامحك. عم تحملني المسؤولية. المبالغة لهالدرجة هي ما للزوم بنوب يا سلطانة. بلا ما نكبر الموضوع ونعطي فرصة لأعدائنا يستفيدوا من هالوضع بيكون أفضل. إلا إذا مستقبل الدولة العلية ما بيهمك منوب يا جناب السلطانة. الدولة العلية يلي عم تحكي عنها دولتي يا باشا، وانت مو أكتر من عبد مكلف بخدمتي مثلك مثل كل العبيد يلي هون. الأكل يلي بتاكله، المي يلي عم تشربها، ثيابك الفخمة، وقعدتك هون بالقصر، المال والجاه والسلطة يلي شايف حالك فيهن، كل هدول الأشياء أنا منحتك ياهن، وهي هي الحقيقة اللي بنصحك ما تنساها، لأنه إذا بتتجرأ وبتنسى أصلك وقتها ما رح يبقى لك شي معي. عم تفهم الكلام؟ إلا بالله العلي العظيم. رح نمشي بكرة صبح أوليفيا، وطارينا طويل، ما بدي أي نقص بالتحضيرات. لا تشغل بالك يا باشا، كل شي مرتب. عال عال أوليفيا. بما أنك رئيس الخدم تبعي فصار لازم أنه نغير لك اسمك. أنت أمور وأنا بنفذ يا باشا. صوفيا، بوعدك ما أتأثر أبداً يا صوفيا. كان عندي أخت أصغر مني اسمها صوفيا، بتذكر لما ولدت وقتها حبيت اني سميها نورهان. نورهان بيلبق لك، انا كتير بحب هذا الاسم نورهان. نورهان؟ نورهان. ادخل. حضرة الباشا، اجاكم ضيف حكيم مولانا الخاص موشي افندي يا باشا. خلي يدخل. حضرة الباشا. خير إن شاء الله موشي أفندي، شو اللي جابك لهون على ديار بكر؟ كنت بحلب يا باشا مشان أمن شوية أدوية، وأنا بالسوق سمعت خبر زعجني كتير، فقلت بجي لعند حضرتك وبتأكد منه بنفسي. وشو هو هالخبر؟ أنا عندي فضول أعرفه. الله يحفظكن.
ما بعرف شو صحة هالخبر. بصراحة عم يقولوا إنه حضرتك كتير مريض. مريض بشو موشي أفندي؟ مبين شي علي إني مريض؟ مثل مو شايف أنا بخير. والله فرحتني الحمد لله. أكيد الشغلة كلها إشاعة مو أكتر من هيك. قالوا مصاب بالجذام. هدول اللي طلعوا هالإشاعة إلهم هدف واحد، بدهن حدا تاني حل مكاني. وأنا هيك عم قول. بس إذا بتحب شو رأيك إني أفحصك؟ منه منحط حد للإشاعات ومنه منطمن، لأنه لا سمح الله إذا دري مولاي بجوز بتكون حجة لحتى يلغوا عرس حضرتك. خبر السلطانة إني إجيت وبدي أشوفها. شو أخبار العاصمة يا موشي أفندي؟ إن شاء الله يكون مولانا وسلطاناتنا بصحة وعافية. الكل بخير، نشكر الله. بس بالنا ما ارتاح غير بعد ما تخلصنا من هالوباء. صحيح ارتحنا من هالوباء، بس لما طلعنا الجذام نزع فرحتنا. تفضل فحصني وخلينا نقطع الشك باليقين ونطمن. تفضل تسطح، ما رح نطول. سلطانة، سلطانة فريال خانم، شكله رستم رماكي بالشارع، ما هيك؟ أول ما إجا الخبر من السلطانة هيام أن طلقني فورا، وكان أسهل 100 مرة لو أخذ روحي. ليش شو كنتي متوقعة؟ لولا وجودي صدقيني كان رماكي من زمان. برأيي ترضي بنصيبك والمهم يعطيكي حقوقك. ما عطاني شي بالمرة، ونشكر الله أني عم دبر أموري. كنت مجمعة شوية مصاري يعني مشان هيك أوقات صعبة. وليش ما اشتكيتي للقاضي؟ كان جبره يعطيكي حقوقك. أنا بدي اشتكي على رستم؟ إيه كان قطع راسي والله قبل ما أوصل للقاضي. الحمد لله على القليلة أني موجودة هون. مزبوط معك حق، رستم ما بقى في شي خوفه أصلا. أنت هلأ شو بدك تعملي يا خانو؟ ما طالع بإيدي شي أبدا يا سلطانة. مثل ما قلتلكن معي شوية مصاري كان ضاببتن لهيك وقت، بيكفوني إن شاء الله. وإذا احتجتي لشي خبريني وقليلي وين بتستقري. كوني واثقة، نحن منعرف منيح قديش أذاكي رستم، ونحن رح ندفع الثمن غالي. خلصنا، فيك تقوم يا باشا. كيف وضعي يا موشي أفندي؟ أنا مريض شي؟ احكي بصراحة. ما في عندك ولا علامة من علامات الجذام يا حضرة الباشا. مع هيك هالمرض غدار وما بينحزر عليه، بيعيش بجسم الإنسان لفترة بدون ما يحس أبدا. شو بتقصد يا أفندي؟ لازم نستنى يا باشا، رح أرجع أفحصك بعد كم شهر ووقتها بعطيك قراري. أنت فهمان شو معنات هذا الحكي اللي عم تقوله يا موشي أفندي؟ أنا ماني مريض، وهذا الموضوع لازم ينتهي بهي اللحظة. بتروح على العاصمة فوراً وبتخبرهم أنه وضعي كتير منيح، ولا قلك بكرة بسافر أنا وياك. أعذرني يا باشا، ما فيني أقول أنك مو مريض إذا ما تأكدت من هالشي. هذا وباء خطير، وإذا طلعت مريض شو بده يكون موقفي قدام مولانا السلطان؟ ما في وقت وما رح أنطر، لازم روح على العاصمة وبسرعة فحصني هلأ وتأكد منيح. أعذرني يا باشا، الموضوع بده وقت. وقف يا باشا، اوعى تتحرك. شو صار؟
وهاد شو؟ أملة يا باشا، كانت موجودة بشعرك. انتو شاهدين ما هيك؟ شاهدين يا أفندي. شاهدين طبعاً. فريال خانو نصوح أفندي. خير، شو عم بتساوي هون؟ رستم أكيد طلقك ما هيك؟ ما تواخذني إذا أزعجتك. أزعج شو يا خانم؟ حكيلي لشوف شو ساوى معك. طلقني وعمل يلي براسه. لا تواخذني، إجيت دغري ودقيت بابك بس ما عرفت وين بدي روح. معي شوية مصاري وبدي مساعدتك لحتى لاقي بيت للأجار. ما يهمك، هالشغلة مقدور عليها، مو مشكلة. المهم هلا انك تدبري امورك. بس لاقي لي سقفي قويني وهالشي بكفيني، وبعد لكل حادث حديث اكيد رح روح من هون. وين بدك تروحي؟ انت قلي لوين يا نصوح افندي. خبرني بنتي وين هلا، انا بدي روح لعنده ومن حقكم معه. مر على هالشغله 3 سنين يا خانم، والله اعلم هلا وين بتكون. ما بقي لي بهالحياة غير بنتي يا نصوح أفندي. أرجوك ساعدني لحتى أقضي جنبها الكم يوم اللي بقيانين من عمري. أنت كنت على طول توقف جنبي رغم كل أخطائي. ما تخزلني هالمرة. بوعدك ما بقى أطلب منك شي، هي آخر مرة بوعدك. خدني لعند بنتي الله يخليك. ادخل. سمو الأمير. سلطانة. سلطانة شهرزاد بعتت مكتوب عم تقول إنه قصة رستم باشا مو مطولة لتنحل. السلطانة شو كاتبة؟ رستم باشا مصاب بالجزام وهالموضوع الكل عرف فيه، حتى عامة الشعب عرفوا بقصة المرض، وبهيك حالة رح يكون مولانا مضطر يلغي العرس من دون أي تردد. هو إذا السلطانة هيام حست على الملعوب سلطانة، بالنتيجة رح تخبر مولانا ويعرف إنه أنا ورا هالقصة. بهالحالة شو بدنا نقول له؟ مستحيل تقدر تثبت إنه نحن اللي ورا القصة. وبعدين هيام شو ما عملت ما حتقدر إنه توقع بينك وبين مولانا. أنا أصلاً ما رح أسمح لها أبداً. ادخل. سمو الأمير أنا أجيت. خير يا خانو، في شي مشكلة؟ سلطانة ناهد دوران أمرتني مشان حضر حالي وأجي لعندك، وأنا نفذت.
أكيد بتعرفي شو عقوبة إنك تكذبي على أميرك، ما هيك؟ بس بدي أدخل على جنتك مرة واحدة يا أمير، وبعد أنا رضياني أحترق بنار جهنم. أعطي خبر لسمو الأمير إني بدي شوفه. عفوا يا خانو، سمو الأمير في عنده خانو من الحرملك. لوين رايحة رميساء؟ بعتذر منك يا أمير، ما كان بدي أزعجك وفيقك. قليلي لوين رايحة؟ ما بيصير إني أبقى هون. خليكي هون، بالأول مناكل وبعدين بتمشي. ماشي، ما تخبر الأمير إني إجيت. يا أخوات حضروا الأكل لأميرنا بسرعة، واحسبوا حسابي كمان، أنا رح أكل معه. سليمان باشا، أنا قريت التقرير اللي قدمت لي إياه عن التحضيرات الخاصة بحملة الهند وبحملة مصر. كل الناس بتشهد بنجاحك بحملة الهند، بس أنا أعجبت أكثر بالشي اللي سويته بمصر وبالخدمات اللي قدمتها لضمان استقرار المنطقة. مولاي هذا من لطفكن. لطفي باشا، احفظوا هاي التقارير بديوان القصر. وبالإضافة أنا عينت سليمان باشا ليكون وزير القبة. مولاي من هلأ ورايح أنت وزير، إن شاء الله هالشي يكون خير علينا. إن يكون وزير لسلطان عظيم مثلكن يا مولاي، هالشي بيسعدني وبيشرفني. مولاي موشي أفندي وصل يا مولاي. خليه يدخل فورا. مولاي أنا فحصت رستم باشا مثل ما أمرتوني. أهلين مريم. سلطانة قال بدك تشوفيني. بعت وراكي هلأ لتشوفي هالشغلات الجديدة اللي وصيت عليها مشانك، نقي واختاري. طمني موشي أفندي، بيّن معك إذا رستم باشا مصاب ولا لا؟ الباشا ما نو مصاب، رستم باشا مو مريض لا بالجثام ولا بغيره. القصة طلعت إشاعة وصحته ممتازة. متأكد من هالشي؟ من دون شك يا مولاي. أول شي منشكر الله، بس مو قلت يا أفندي إنه هذا المرض غدار والأعراض بدها فترة لتظهر؟ معك حق يا باشا، بس أنا من خلال خبرتي واثق إنه الباشا مانو مريض أبدا، والمساعدين اللي كانوا معي بيشهدوا بهالشي يا مولاي. شو اللي مخليك واثق لهالدرجة؟ إذا اكتشفنا بعدين إنه مريض شو فينا نعمل؟ لقيت هي بشعر رستم باشا يا مولاي. شو هي؟ أملي يا مولاي.
مثل ما بتعرفوا الأمل مستحيل يقرب على المريض المصاب بالجذام، ولهالسبب أنا متأكد إنه هو مو مريض، لهيك ما في أي مشكلة بزواج السلطانة مريم من الباشا يا مولاي. ساعدوا السلطانة مريم لتنقي وتختار اللي بناسبها، أهم شي كمان ما تنسوا المجوهرات وساعدوها بالاختيار، ما بدي يكون في أي نقص بأي شي، بنتي الحلوة رح تطلع مثل القمر. مو ملاحظة أنك عم تستعجلي شوي؟ الموضوع لسه ما انحسم. عفيفة خانم، ليش ما خبرتيها؟ قلت إذا حضرتك بتخبريها بهالمفاجأة بيكون أفضل يا سلطانة. معك حق، رستم باشا جاي مشان العرس وهلأ هو على الطريق. شلون هيك؟ تأكدتوا أنه ماله مريض؟ والله أنا بحياتي كلها ما شفت واحد محظوظ قد رستم، عن جد شغلة ما بتفوت بالعقل. على قد ما هو محظوظ هالبني آدم، حتى الأمل ممكن يستفيد منه. حظ شو هاد يا باشا؟ باين إنه موشي أفندي مرتشي. ما بظن يا سلطانة، لا ما بظن، إما إنه رستم باشا كاشفنا من الأول وهو اللي حط الأمل براسه، فهذا وارد. هو والله المجنون بيعملها، يعني معقولة أملة تحرق كل شي خططنا له؟ هالرستم يا أما محظوظ يا أما واحد داهي فعلا. شر البليهة ما يضحك. وانت ليش ما طلع صوتك يا أختي؟ ولا الخسارة أكبر من الكلام؟ شو هالنبرة هاي خديجة؟ فهميني انتي مع مين؟ لتكوني بعد اللي صار شمتاني فيني. استغفر الله، بس كأنه هالمرة ما زبطت الأمور مثل ما كان بدك يا سلطانة شهرزاد. بيقولوا حسب نواياكم ترزقون. انتي بتحاولي تشتغلي لمصلحتك على طول، قليلي أنا غلطانة؟ اي غلطانة يا خديجة، أنا عم فكر بمصلحتك كمان، وسبق إني ساعدتك، مو هيك؟ نحن أخذنا كل الاحتياطات يا باشا، أنت كون مطمئن. لازم ناخد احتياطات جديدة يا عزيز، أنت ما بتعرف أعدائنا شو ممكن يساووا. نورهان خانم، شو عرفك انه الامل بيهرب من مريض الجذام؟ منين هالمعلومه؟ لانه بابا كان حكيم يا باشا، وانا تعلمت منه شغلات كتير. عزيز اغا، لولا نورهان خانم بجوز كنت ما رح شوف العاصمه بعمري. شو ما قدمت لها ما بكافيها.